لكم مشاهدينا، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، المحطة الأولى نلقي الضوء على مؤتمر المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم بنسخته 10 الذي أقيم في دولة تونس. عمان تشارك في هذا الحدث مشاهدينا من خلال الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم التابعة لوزارة التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي. تفاصيل مختلفة إن شاء الله حول مشاركة السلطنة في هذا الحدث، ينضم معنا عبر هذا الاتصال المرئي مشاهدينا مدير الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم دكتور عبد المنعم بن علي الخروسي. مساك الله بالخير دكتور، حياكم الله في برنامج من عمان. مساك الله بالخير أخت بيان، بارك الله فيكم ويسعدنا نكون معكم في هذا المساء. الله يخليك، نحن أسعد. بداية نريد أن نقترب أكثر من مشاركة السلطنة في هذا الحدث العربي. نعم، في الواقع الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم عضو في هذه المنظمة، المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم منذ 2014، ونشارك معهم في كل مؤتمراتهم، وكل سنة يحدث هذا المؤتمر في دولة عربية. السنة الماضية كانت في أبوظبي، والسنوات السابقة كانت كل سنة في عاصمة عربية. هذه السنة كان يفترض أن تكون في الحمامات في تونس، لكن بسبب الجائحة تم تغيير المؤتمر ليكون افتراضيا. نعم. شاركنا هذه السنة يعني بإدارة حلقة نقاشية رئيسية الأولى في المؤتمر، وبحضور عدد كبير جدا من الرؤساء الشبكات البحثية. الحلقة التي أدرناها في هذا المؤتمر كان فيها أعضاء من الشبكة البحثية الأمريكية المعروفة إنترنت 2، واتحاد الشبكات البحثية التعليمية الأوروبية المعروفة بجاينت، كان فيها الرئيس التنفيذي بحضور جيد، كذلك شبكة كوريا الجنوبية، شبكة الكندية كناري، وهكذا مجموعة أخرى كبيرة من الشبكات التي حضرت في المؤتمر. كان أيضا في حضور لمجموعة من الوزراء التعليم. نعم. كان في حضور لممثلين لجامعة الدول العربية. تم نقاش يعني مجموعة كبيرة من المواضيع التي تهم البحث العلمي والتعليم. نعم، يعني كما ذكرت دكتور عبد المنعم أنه في هذا العام، نعم، المؤتمر كان افتراضيا، ما المميز في هذه النسخة، النسخة 10؟ نعم، التمييز في الواقع هو عدد الحضور، بسبب أنه المؤتمر أصبح افتراضيا. هذا الأمر مكن مجموعة أكبر في الواقع من الحضور. أعضاء كانوا يعني يصعب حضورهم، مثل هاورد فيفر رئيس تنفيذي للشبكة البحثية الأمريكية، يصعب حضوره في فعليا. كذلك إيريك هايزر من الشبكة البحثية الأوروبية، هؤلاء يصعب حضورهم في الواقع، لكن بسبب أن الحلقة كانت افتراضية استطاع أنهم يحضروا. لم يغير عليهم يعني الكثير. صحيح اضطروا أنهم يحضروا في وقت مساء في حين إحنا معنا صباح. أيضا كانت مشاركات عديدة، كان ممكن أيضا عمل أكثر من حلقات افتراضية متزامنة في غرف مختلفة، فهذا ما يميزها هذه السنة. نعم، يعني مناقشات، جلسات نقاشية، حوارات أيضا جانبية على مستوى الدول العربية. دكتور، نتحدث هنا أيضا عن أهم الموضوعات. نعم. التي ناقشتموها. نعم. في هذه النسخة. في الواقع هو التركيز هذه السنة كان عن تمكين الباحثين والمتعلمين في ظل الجائحة والتباعد، يعني ما هي الإمكانات والتمكين المطلوب من قبل شبكات البحث والتعليم في حل إشكالية عدم الحضور الفعلي للمؤسسات البحثية والتعليمية. فنوقشت كثير من الحلول، وكان الإسهاب أكثر في ضرورة التعاون بين المؤسسات البحثية والتعليمية عبر هذه الوسائل الحديثة الآن، وتمكين البنى الأساسية والبنى التحتية لتوفير مجال
لإتمام عملية التعليم عن بعد وإتمام التواصل سواء كان عبر الفيديو كونفرنسينج، المؤتمرات المرئية وغيرها من الوسائل، تمكين مراسلة الملفات الضخمة بين الباحثين كذلك. هذه كلها نوقشت في هذا المؤتمر، وأساس التعاون في الواقع بين المنظمات. جميل. دكتور، عادة تشاركون في مثل هذه الأحداث أو تشارك السلطنة في هذه المؤتمرات من خلال الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم. نود أن نقترب أكثر ونعرف المشاهد الكريم بهذه الشبكة. نعم. بأهدافها أيضا تسعون إلى تحقيقها من خلال ما تقدمونه. نعم، في الواقع الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم هي مبادرة من مجلس البحث العلمي سابقا، والآن هو انضم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. الشبكة تهدف إلى توفير البنية الأساسية لربط المؤسسات البحثية والتعليمية على مستوى السلطنة وأيضا على مستوى باقي دول العالم، تربطهم بشبكة فائقة السرعة وتوفر برمجيات وخدمات إلكترونية متخصصة للأكاديميين ولطلبة التعليم العالي. طبعا يسعى هذا المشروع إلى إثراء السعة البحثية والقدرات المحلية في عمان في المجالات العلمية المختلفة، تعزيزهم، تعزيز التعاون البحثي فيما بينهم. لهذا يتعد في الواقع الممثل الرسمي للسلطنة في مجتمع الشبكات البحثية في العالم. أهداف كبيرة وكثيرة في الواقع، يعني بداية نحن بدأنا بإنشاء بنية أساسية، هذه البنية الآن قادرة أن توفر متطلبات البحث العلمي في السلطنة. أسسنا بها للباحثين والمؤسسات البحثية العمانية لنجعلها تتعاون مع بعضها البعض سواء كان محليا أو عالميا، تسهيل البحث العلمي من خلال الاشتراك في المصادر العلمية المتوفرة. عندنا مشروع مصادر يوفر كم هائل من المنشورات العلمية والبحوث الإلكترونية والكتب الإلكترونية كذلك، تمكين الباحثين من اشتراك في البحوث العالمية دون الحاجة للتفرغ البحثي والانتقال لدول أخرى بتمكينهم بهذه الوسائل الحديثة من المؤتمرات الافتراضية وغيرها، تقليل الكلفة المالية للبحث العلمي داخل السلطنة وهكذا. فيعني أهدافها رئيسية وحلت كثير من الإشكالات التي كانت تعانى من قبل الباحثين والمتعلمين في السلطنة والله الحمد. نعم، عادة تشاركون أيضا في هذه المؤتمرات دكتور عبد المنعم، إلى أي مدى تحرصون على تطبيق الخبرات التي تتعرضون عليها أيضا من خلال الخبرات الموجودة العالمية وحتى العربية؟ في الواقع هذا هو الهدف الأساس دائما من المشاركات، أنه نتبادل هذه الخبرات، والدول المتقدمة فيها يعني كثير من الخبرات التي يستطيع الإنسان أنه يستفيد ويستقي منها. يعني وجدنا كثير من الحلول تمت المشاركة بها في كيفية إتاحة التعلم عن بعد، ومعظمها يصب في توفير منظومات تعليمية توفر سهولة الوصول إلى المحتوى المعرفي التعليمي، كذلك توفير قواعد بيانات يستفيد منها الباحثين. شاركنا أيضا نحن في يعني في عمان كنا نقولهم إنه بعض الإشكالات قد تسببها عدم وصول الطلبة أو عدم مقدرتهم للوصول إلى المنظومات التعليمية، سواء كانت بعدم وجود الاتصال أو بالكلفة العالية للاتصال، وهذه حلت معنا بتدخل مباشر من قبل الحكومة ولله الحمد، وأعطي طلبة إمكانية الولوج إلى كثير من المواقع التعليمية بشكل مجاني. هذه المشاركات وهذا التبادل الخبرات دائما يثري المؤتمرات ويثري الخبرات بين المؤتمرين والمجتمعين. نعم. طيب ماذا عن الفترة القادمة؟ أهم المشاريع التي أيضا تعملون على تنفيذها في الفترة القادمة في الشبكة العمانية بالتحديد؟ معنا مجموعة حقيقة من المشاريع القادمة. نحن الآن نعمل على تطوير شعاع إلى منصة أخرى. شعاع هي المستودع البحثي العماني، حيث توجد فيه النتاج المعرفي العماني يشاع من قبل هذا المشروع. عندنا مشروع مصادر هو اكتساب المعرفة أو استخدام المعرفة واستخدام النتاج المعرفي العالمي، بينما شعاع بنسخته الجديدة إن شاء الله والذي سيكون عبر توافق مع قطاع الخاص
نستطيع أنه نضخ فيه كميات هائلة من المنشورات المحلية عن عمان، سواء كانت منشورات يعني أطروحات أكاديمية أو بحوث أو كتب. كذلك عندنا مشروع المنظومة التعليمية الموحدة، وهذا مشروع في توافق بين مؤسسات تعليمية كما جامعة السلطان قابوس والجامعة التقنية والعلوم التطبيقية والكليات المهنية كبداية. هذه الثلاث مؤسسات ستنتج منظومة تعليمية موحدة تعين الطالب على مواصلة دراسته، وتعين أيضا المؤسسة التعليمية على إدارة العملية التعليمية. مشروع ثالث أيضا نسعى لإنتاجه إن شاء الله السنة القادمة أيضا بالتعاون مع القطاع الخاص وبعض المؤسسات الحكومية، هو مشروع المنصة التعاونية واسميناها معين. وهذه منصة افتراضية تجعل الباحث والطالب والمدرس كلهم يلتقوا في مكان افتراضي، كما تتيح للمؤسسات التعليمية أن تعرض كل برامجها كل مميزاتها في هذه المنصة، وتسمح كذلك للقطاع الخاص المؤسسات سواء كانت صناعية أو تجارية أيضا تعرض الأعمال المتاحة لديها، تعرض مشاريعها، وهي سبيل للتعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي والتجاري في السلطنة إن شاء الله. نعم، أنا قبل الختام دكتور أريد أن أقترب من مشاركة السلطنة أيضا في هذا المؤتمر، هل شاركتم بموضوعات معينة بتقديم أوراق عمل أو إدارة حتى الجلسات؟ نعم، كما ذكرت احنا انا كمدير الشبكه العمانيه للبحث العلمي والتعليم مشاركتنا هذه السنه باداره الجلسه الرئيسيه التي تشمل الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشبكات البحثيه التعليميه الدوليه. الجلسه الحواريه كان فيها ثمانيه رؤساء تنفيذيين لشبكات عالميه، وحاورناهم في ما هي المجالات التعاون المشترك، وكيف لها أن تقدم هذه الشبكات العالمية العون للمنظمة العربية للبحث العلمي والتعليم، فكانت مشاركتنا بإدارة هذا الجلسة. نعم، كل التوفيق لكم دكتور أيضا في المراحل القادمة من هذه المؤتمرات. شاكرين لك وجودك في برنامج من عمان دكتور عبد المنعم بن علي الخروصي مدير الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم، شكرا جزيلا.